الآن كلفة هذا المشروع في الداخل العراقي 36 كيلو متر اللي موجودة بالعراق، العراق سيتحمل كلفتها وما هي أكلافها؟ هي الآن التكلفة هو 202 مليون دولار موجودة في الموازنة العراقية أقرت، يتحملها العراق بالكامل، ولكن هنالك الجانب الإيراني أبدأ استعداده أن يقدم بعض الخدمات مجانا، منها أن ينظف الأرض من الألغام على مساحة 16 كيلومتر مربع من الطريق نفسه من 36 كيلو، وأيضا هنالك الجسر الكبير الذي سيقام على شط العرب واللي طوله 1000 متر، كيلومتر واحد تقريبا، أيضا سيكون هذا هدية من الجانب الإيراني إلى الجانب العراقي. ولكن المشروع بالكامل هو عراقي 100%، يمتلكه العراق 100% دون المساس بأي شيء من سيادته أو بأي سنتيمتر من أرضه. إيش قد يستوعب طاقة نقل هذا المشروع ل 36 كيلو متر داخل الأراضي العراقية؟ يعتمد على عدد العربات التي ستنقل الركاب، هذه تعتمد على الدراسات الآن سيقوم الاستشاري بتصميمها. نحن أقرينا المسار، هنالك أستاذ نجم 3 مراحل بعمليات التصميم وبعمليات التنفيذ حتى تكون واضحة لجنابك الكريم وللجمهور الأكرم. أولا يتم تحديد المسار، فالمسار هو أنه نبدأ من النقطة الفلانية وننتهي بالنقطة الفلانية. النقطة الثانية هي عندما يتم إقرار المشروع سيحال المشروع إلى استشاريين متخصصين يقومون بعملية دراسة المواصفات الفنية وعملية دراسة المواصفات الفنية للقطارات ولطريقة التشغيل ولعدد الركاب ولمساحة المحطات ولمواصفات المحطات. المرحلة الثالثة هي عملية الإنشاء التي تقوم بها شركات المقاولات وتسليم المشروع إلى الحكومة لغرض تشغيله. فحاليا نحن في مرحلة تحديد المسار، حددنا المسار ووضعنا حجر الأساس للمشروع على أن نحيل هذا المشروع إن شاء الله قريبا جدا، خلينا نقول هذا الشهر، نهاية هذا الشهر، إلى الاستشاري المختص لغرض دراسة المشروع دراسة فنية وافية، يحدد عدد العربات، كل عربة الطاقة الاستيعابية لها حسب حاجة الزائر أو حسب حاجة المسافر. احنا ما نربط هذا الطريق فقط بالزائرين، ولكن هنالك سياحة على مدار العام نربطها أيضا بكل عدد الركاب، ما يسمى بالإنجليزي الرايدرشيب. هذا كلش مهم أنه نحدده من خلال دراسات التصميم التي سيقوم بها الاستشاري المختص. من الشركة الاستشارية اللي تقدم لكم دراسات الجدوى الآن دكتور ناصر؟ احنا وجهنا الدعوة لمجموعة من الشركات للمنافسة من سيفوز بالعقد، وهذه مقترنة بخبرة الشركة ومدى معلومها في مجال النقل ومدى خبرتها في مجال النقل. فإحنا الآن كهيئة سكك العراقية قامت المختصين عندنا في هيئة السكك بدراسة المسار، ووجدنا أن المسار الأنسب والأفضل للعراق هو هذا المسار. طيب هذا 32 كيلو بالقزيزة بالبصرة، بعدين النقل يتم بالسيارات؟ نعم، لا، بعدين ينتقل الى الشبكه السكك الحديد العراقيه اللي موجوده في نفس المنطقه للانتقال الى المحطات في المراقد المقدسه والمدن المقدسه، سواء في النجف الاشرف او في كربلاء او في بغداد او في سامراء. بعض المختصين يقولون هذا المشروع يواجه او سوف يصطدم بقضايا تقنيه، منها وعوره المناطق التي يمر بها، وفي الداخل هنالك حقول ألغام، لماذا لا يتم التفتيش بما يقلل من هذه الكلف والطرق التي قد تكون فيها مخاطر نتيجة لوعوراتها؟ لما عدت دراسات الجدوى الاقتصادية لماذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار مثل هكذا أشياء؟ من قال نحن لم نأخذ بنظر الاعتبار هذه الأشياء؟ هذه كلها تكهنات شخصية. المطلع على الأمر داخل الحكومة أو داخل رجال المفاوضات سيجد أن كل هذه النقاط تم بحثها وتم حلها. المنطقة رخوة، هنالك معالجة للتربة، نحن نقوم بعمل أقصر مسافة نربط بها مع الشبكة الوطنية اللي هي موجودة في مدينة البصرة،
وأيضا هنالك كانت مفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن الألغام وتزويدنا بخرائط الألغام اللي موجودة في هذه المنطقة، تبرعوا مشكورين أن يقومون بهذا العمل. ولكن نحن هنا نقول أن الميزانية مرصودة بالكامل لهذا العمل. في حالة تهكؤ الجانب الإيراني في إزالة الألغام أو في عدم تنفيذ الجسر على شط العرب، نحن سنقوم بهذا العمل وهذا مدروج من ضمن الميزانية. أما لو قام الإيرانيون بتنظيف الألغام وعمل الجسر، هذا سيوفر إلى العراق ما معدله 54 مليون دولار أمريكي. فإذن هنالك التكلفة محسوبة في كلا الحالتين. شنو هاي مفتاح مثل 54 مليون دولار أمريكي؟ هذا عائدات أو أرباح المشروع سنويا؟ لا 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 اسمح لي، لا اسمح لي اسمح لي، مو عائدات الأرباح. أنا قلت لك المشروع يكلف 202 مليون في حالة إذا قام العراق بتنفيذ كل فقرات المشروع. أما في حالة إذا تبرعت إيران مشكورة بتنظيف الألغام وبناء الجسر الكبير على شط العرب، سنوفر من التكلفة 54 مليون دولار. هذه الوفرة من التكلفة في حالة إذا إيران قامت بمساعدتنا يعني في هذا يا العمل. سيادة المستشار، أما لو نفذنا نحن العمل يا نعم. سيادة المستشار، أنا توقفت عند عبارتك أما نعم. إذا تكرمت إيران أو تفضلت إيران. بالعقود بين الدول ماكو كلمة أما أو، أكو شيء ملزم بالعقد، هذا عليك هذا عليه. شنو نعم. أما إذا تفضلت نعم. إيران الجسر عليكم، الألغام عليكم بموجب عقد، أنا أقول لك. ذني عليكم وذني علينا، هذا تعامل دول نعم. سيادة المستشار نعم. هذا اللي على إيران صح. وهذا صح. اللي على العراق، ماكو أما أو. صح صحيح صحيح كلامك أي. صحيح 100%. هنالك اتفاق من بين الجانبين على أن تقوم إيران بتنظيف الألغام وبناء الجسر. فإحنا قلنا إذا يعني إحنا نحط بلان A وبلان B. بلان A إنه إيران ستقوم بتنظيف الألغام وبناء الجسر. بلان B إذا تلكأت إيران واعتذرت لاحقا عن تنفيذ هذه الفقرة، إحنا هذه الفقرة مشمولة من ضمن الموازنة. إذا تنصلت عن هذا فيكون هنالك إخلال بالعقد سيادة المستشار، هذا أنا اللي ما فهم. هذا ليس إخلال، لا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي استاذ نجم، احنا خلينا نكون يعني شويه نوسع العمليه اكثر. وسع. هنالك اتفاق بين العراق وايران هنالك اتفاق بين العراق وايران لتنفيذ هذا المشروع بالفقرات التاليه: ان يقوم العراق بتنفيذ السكه من الحدود العراقيه الايرانيه الى نقطه الوصول في منطقه الجزيزه. هذا السكة ستمر بمناطق تجاوزات، في مناطق نعم. مائية، في مناطق نعم. أنهار صغيرة وأنهار كبيرة. هنالك دراسة كاملة أعدت من قبل وزارة النقل على أن تقوم وزارة النقل بتنفيذ المشروع بالكامل بكلفة تقدر 202 مليون دولار أمريكي. نعم. هذا الآن نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، أعلن الجانب الإيراني عن استعداده أن يقوم بتنفيذ عملية تنظيف الألغام وعملية بناء الجسر. إحنا قلنا بالفقرة رقم واحد أولاً أنه هذا المشروع يشمل الجسر ويشمل الألغام، فذلك الميزانية تشمل الجسر وتشمل الألغام. الآن فقرة رقم اثنين، أعلن الجانب الإيراني استعداده أن يقوم بعملية تنظيف الألغام وبناء الجسر. هذا الآن انتهى العقد. وفق هذا العقد الآن إحنا دائماً نخلي ريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت شو يقول؟ في حالة انه يعني حتى في المشاريع العادية الآن مقاول يوقع معاك عقد نعم. اذا مقاول اخل ببنود العقد او تعذر عليه ان يقوم في اي شكل من الاشكال بتنفيذ احدى الفقرات، تقوم انت من خلال ادارة المشروع بتنفيذ العقد، يا اما يكون على حسابه الخاص او انت تكون شامل هذا الريسك من ضمن البرنامج أو من ضمن الموازنة مالتك. إحنا حاليا نقوم بهذه العملية. الآن الوجه الأمامي للمشروع الآن سيقوم الإيرانيون ببناء هذا وتنظيف ذاك. الآن في حالة نحن نقول كبلان بي أو ريسك مانجمنت أناليسيس، نقول إنه في حالة الإيرانيون لم يلتزموا أو تلكؤوا لأي ظرف كان، ستكون هذه التكلفة ليست إضافة جديدة على التكلفة، إنما ستكون من ضمن تكلفة المشروع. طيب. فإحنا الأفضل أنه نوقع مع الإيرانيين أن يلتزموا بما قالوا طيب. مقابل أن نوفر جزء من المبلغ لاستخدامه في أشياء أخرى إن شاء الله موفقين.